السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيري وأخوه حيثما تجد لازم تلاقيهم الاثنين. ما يقعش إنك تلبس الفردة وفردة لا. كذا صار قانونهم، ينط هذا يظهر هذا ويهدر هذا يطلع يرغي هذا. تنافس بليد ويقول لك صف واحد. بس أنا رأيي إنه هذا عقوبة هذا ويستاهل. للحقيقة والأمانة طلع المخلوق كذا وسط المؤتمرين يتجلى، حالة لا تدل على صيام خالص، يزبق حتى إنجليزي، وهذه حالة لا تأتي لأي مخلوق إلا كل 36 سنة مرة واحدة. عشان كذا بنخصص له حلقتين، يستاهل أبو عفشفش. كما أنا مخلوعين قسما بالله ما فوت لك كلمة فصفوصة كذا، ما فلت لك شياتي، يعني بفصفصك فصفاص. بسم الله. هذا التآمر الكبير ضد الوطن العربي، ضد شعبنا العربي الأصيل. نواجه هذا العدوان ونتكلم عن العدوان الذي تقوده السعودية، إنه مدعوم صهيونيا وأمريكيا وبريطانيا أهلا أهلا. من معي صدام حسين. وبعد ليش ترخص صوتك لما تقول العدوان السعودي؟ دلدل علينا يا ابو عفشفش. قد أسامة ساري بطلت الهدرة زمان بعد ما راحوا الظهران، وانت اللي عادك بدأت تغرس. هيا مو معاك، ما تخلينا احناش نخوتين برمضان. هو عدوان مذهبي، عدوان مذهبي الذي لا يفهم يجب أن يفهم. ملا قصف عمرك قضي أمريكا وإسرائيل وبريطانيا داخلات في المؤامرة، وعادك تقول عدوان مذهبي على أساس أنه أمريكا وإسرائيل حنابلة أو كيف؟ فلماذا نتحامل على آل سعود؟ نتحامل على هذا المذهب المؤدلج والذي يعانوا منه أيضا آل سعود. يعني مشكلتك مع المذهب الوهابي زي ما قلت، مش مع آل سعود. ما عادهمش غيرانين من احتفال العيد العاشر. بعدين تعال. تعال 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 تعال، مين قال لك ان الوهابية مذهب؟ مش انت اللي كنت تدعم المدارس هذه وكانوا يقولوا عليك انك ولي الامر ولا يجوز منافستك في الانتخابات؟ خلاص قد معك نغمة جديدة، قد حرك كرتهم دالحين. قد اللي تسميهم وهابية كن خاليهم، قد الصان حقك بيرقط من إيران، ما عادوش من عرب سات. المملكة العربية السعودية الشقيقة الجارة. صداع، قلت لي الشقيقة الجارة اللي قد صدعت براسك وقابت لك شقيقة من صدر ولا قطع فيك منها معروف، ما لها؟ ممكن أن تكون دولة عربية، دولة عظمى لما تمتلك من الثروات، وأن تولد الطاقة، وأن تمتلك المفاعلات النووية مثلها مثل ألمانيا. وليش ما فعلت أنت كده دولة عظمى ونحن بنع فيك من الطاقة النووية؟ لأنه بصراحة ما عاد سبرتش الطاقة حقك النووية، وقمت للشعب ميليشيا منوية. ما بارك لك. لكن لا يريد لها الآخرين أن تكون موجودة في الوطن العربي أو في العالم العربي لما تمتلكه من ثروة. أها قلت لي ها؟ ما اشتوهاش تبقى في الوطن العربي، وانت قدمت المتناقصة هذه عشان تقضي على الوطن العربي كله. الإرهاب هو وليدة أو فرخة هذا الإرهاب من المذهب الوهابي، وما نعانيه نحن في اليمن هو المذهب الوهابي. الإرهاب مفرخ من المذهب الوهابي. الله الله عليك يا عم الشيخ. الله، ايش الدرر هذه؟ ايش الدرر؟ ايش الكلام ده؟ انت المفروض لما تتكلم تروح صحن جنبك عشان لما تدردر ما يتفارتش. طيب وريني. وخالد عبد النبي وجلال بالعيدي وبقية الشلة على ايش من مذهب؟ المذهب العفاشي مثلا فرخهم عمار الدين عفش الاسلام المبارك فوري. لن ننسى هيكل الهيكل محمد حسن الهيكل، ولن ننسى البردوني، ولن ننسى اولئك الطحاطيح، اولئك العلماء، رجال الفكر والأدب والثقافة. أهو مثقف. لا مثقف
يا جماعة معنا مخلوق مثقف. البردوني مرة واحدة ما عاد ذكرتوش إلا بعد ما مات الله يرحمه. من أنت دفنته حي الله لا بارك بك، وقلت إنك أبو الطحاطيح وحدك لا شريك لك، ومسكت بالشاطر وشلة الجاكوسي حقك اللي جمعتهم اليوم يصفقوا لك، وشوف وين وصلوك، يصفقوا لك لما الآن. مثل ما تعلمنا من عبد الناصر قائد الثورة العربية، قائد التحرر العربي. طبعا قبل شوية كان يتكلم كبعثي قومي، الله، والآن قلب، قلب على طول ناصري. الله يلطبنا من هذا الزنار. يا عزيزي، ايش يا عزيزي؟ يا نمس، عبد الناصر قاتل الإمامة في اليمن، وانت حضنتهم من الكهف إلى الرئاسة. كي قل لي ايش تعلمت من عبد الناصر؟ مثل ما تعلمنا من عبد الناصر قائد الثورة العربية، قائد التحرر العربي. طبعا قبل شوية كان يتكلم كبعثي قومي، الله، والآن قلب، قلب على طول ناصري. الله يلطبنا من هذا الزنار. يا عزيزي، ايش يا عزيزي؟ يا نمس، عبد الناصر قاتل الإمامة في اليمن، وانت حضنتهم من الكهف إلى الرئاسة. كي قل لي ايش تعلمت من عبد الناصر؟ يعلم الله من علمك، وانت حل شخصية عبد الناصر عندك. لا يجوز ان ننسى عبد الناصر. الصدق 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 ما نسيتوش، لحقته لا قبره. تستقبل الامامة، وعلى عينك يا عبد الناصر، وعلى عينك رجعتهم، رجعت الكهنوت وسلمت لهم اليمن. وشوف التناقض يا مؤمن من هذا المخلوق، وهو مسنب، هذا مسنب لسه حتى ما جلس. شوف الخرطة، إنه تعلم من عبد الناصر العظيم، ول 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 ول، وشوف كيف يوصف أي ناصري. واحد كان عضو قيادي في المؤتمر من أبرز القيادات المؤتمرية، وكان أصله ناصري، فكت مؤتمر. ما داعي لذكر اسمه، الدكتور بانش. أيوة أيوة، هو هذا الاحترام لعبد الناصر. بس ما علينا، من هذا الدكتور بانش؟ هذا شكله السباك اللي ركب لك مواصير المخ بعد ما شقفوه ب 2011، بس شكل المواصير ضربت. كمل كمل كمل. نحن لسنا بشيعة، إذا عندنا اثنين شباب ولا ثلاثة هذا يمثلوا أنفسهم. صحيح، ما عندنا الشيعة، هم ثلاثة أربعة شباب وما يمثلوش إلا أنفسهم. إيران الشقيقة، إيران الشيعة، إيران دولة إسلامية نقدرها ونحترمها، وليس بيننا وبينها خلاف. ملك شفاك ملك شفاك، هذا قبل قليل تقول انه الشيعة في اليمن منهم اثنين ثلاثة وما يمثلوش الا انفسهم. ملك كيف ود الحين ايران الشقيقة، ايران الشيعة، ايران ايش المديح هذا؟ ما تكونش انت واحد من الاثنين او الثلاثة اللي ما يمثلوش الا انفسهم. انا كشخص افرصي على الاخرين، انا اؤمن باسلام بلا مذاهب. يا شيخ روح، يا شيخ روح، انت بلا مذاهب وبلا أديان وبلا مبدأ، ما بش معك مذهب ولا دين غير الكرسي اللي جالس تلف 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 وترجع له. طحنت الدنيا وعصت أم الشعب عليه عصيد، لو بغيت لك حتى بودي فخرجنا من هذا الشباك اللي نحن فيه. قال لك إسلام بلا مذاهب، اللي يسمعك يقول عفاش الشقعة، محمد عبده، ولا جمال الدين الأفغاني. من شاف علي بالسوق حنا أهل البيت. هذا كان زمان، أما الآن قدم الناس عارفين اللي بالسوق واللي بالبيت. علماء هذا شيء خاص، خذ ما 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 يريحك. صحيح صحيح، نحن عارفين دينك كذا فسح فسح قوي، ساعة الاسترتش حق الحوامل يمطط لمن هناك، جاي يقول لي بلا مذاهب وبيتهم على طلعه. لأن عمر الاستعمار ما يطول ولا يستمر. فعلا فعلا فعلاً وصحيح، الاستعمار ما يطولش، بس الاستحمار يجلس 33 سنة، ومشكلتنا صارت مع الاستحمار لأنه عمره طويل. طال عمرك يا عفاش، لو ما كانش الاستحمار أطول ما كنتاش جالس لدى الحين، وفي معك ناس مصدقينك وأنا أتمنى من أشقائنا الذين أتوا ليغزوا اليمن أن يرحموا. أشقاء يغزوا، قلت كنت بتدور روسيا تجي تغزي اليمن وتغزي الشرق الاوسط تغزي الشريق الجزيره كامل،
انت مستعد تستعين بالشيطان وتعسد الدنيا عصيد عشان ايش؟ عشان اسلام بلا مذاهب ولا كرسي بلا دين؟ هيا وش ولا نقص من ذا الحين؟ لا ابو قرى تحسبنا بروح؟ لا 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 عاد انا بفحصك وبخصفصك وبخرج كل شيء قلته. هذا وش ولا نقص لك وهذا للجميع، وش ولا نقص.